يكتب نفس الفرق الشريف ويجعلون من القاضي المزيد رمزا للقضاء ويكونون قادرين على اعطاء صوره مشرفه على قضاء المغرب يعطي للسلطه القضائيه مكانه متميزه بين سلطات الدوله الثلاث ويدعو باقي السلطات في الدوله. يلتمس من سيادتكم تعيين مستشارين من هيئتنا ومن هيئتكم المحترمه كما اني بدوري اعين السيد محمد الجعفري المحامي العام لمصاحبه السيد محمد عبد النبوي الذي قرر جلاله الملك نصره الله وايده تعيينه رئيسا اولا لمحكمه النقد. تعيين السيد محمد عبد النبوي في منصب الرئيس الاول لمحكمه النقد. الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه. الله يبارك على السيد. يحفزني لبذل كل الجهد للوفاء بالمهمة السامية التي أنيطت بي، فإني أعتبر حضوركم بيننا اليوم لهذه الجلسة الرسمية دعما لنا فيما تم إنجازه من برامج منذ تأسيس السلطة القضائية. ما تزال الكلمات السامية لجلالة الملك تملأ سمعي، وقد أمرني جلالته بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.